حول أهدافه ومبادئه المعلنة من جهة، وقدرة الحزب أو التنظيم على تنفيذ ما أخذ على عاتقه من أهداف وبرامج سياسية من جهة أخرى. وانطلاقا من هذا المبدأ، يتعهد الحزب أمام جماهير شعبنا العربي الأهوازي والتاريخ ببذل كل ما بوسعه للوفاء بعهوده والتزاماته، وتطبيق كل ما يعلنه من شعارات وبرامج على أرض الواقع، ليساهم بذلك في تحقيق آمال وتطلعات شعبنا إلى الحرية والعدالة والعيش الكريم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوع مختطفات. كشفت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية أن غاب عن زيارة قام بها مستشار محمود أحمدي نجاد إسفنديار رحيم مشاي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وذلك للسعي إلى إيجاد سبيل للتحدث إلى الطرف الأمريكي والتخفيف من العبء الذي يتحمله النظام الإيراني من الحصار والعزلة الدولية المفروضة عليه. وقالت وكالة الأنباء تريبون الإيرانية نقلا عن مسؤولين في الوزارة الخارجية الإيرانية تأييدهم لهذه الزيارة، حيث أكدت أن مستشار أحمدي نجاد قد زار الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل شهر نوفمبر، وذلك لمدة أسبوعين بدعوة من زعيم اللوبي الفارسي في الولايات المتحدة الأمريكية هوشانغ أمير أحمدي، الذي يلعب كوسيط لإعادة العلاقات الإيرانية الأمريكية. إلى أن الوكالة أشارت أن الرئيس الأمريكي الجديد أوباما رفض استقبال الوفد الإيراني. ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع في الخارجية الإيرانية أن رفض هذه الزيارة من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي كانت نوعا من التحقير للنظام الإيراني. وأوردت الوكالة أن المستشار الإيراني رحيم مشائي غادر الولايات المتحدة بعد فشله في التوصل إلى أي اتفاق من الطرف الأمريكي. يذكر أن وكالة فارس الحكومية قد نقلت خبر هذه الزيارة سابقا، إلى أنها أشارت أن سبب الزيارة هي إلغاء بالجالية الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الشأن الأهوازي نقرأ خبر جاء على إحدى شبكات الإخبارية التابعة لوزارة الصحة للنظام الإيراني تحت عنوان وزير الصحة الإيرانية امتنع عن شرب ماء من مياه الأهواز. أوردت شبكة سلامة نيوز التابعة لوزارة الصحة خبر رفض وزير الصحة لتناول ماء الأهواز بعد إصرار الطلبة الحاضرين الذين طلبوا منه أن يشعر بالحالة التي يعيشها الأهالي في إغليم الأهواز الذين يتناولون المياه الملوثة بشكل يومي. وكان قد حضر وزير الصحة الإيراني كامران باغري لانكراني مؤتمرا في الأهواز لإحياء ما يسمى بيوم الطلبة في جامعة جندي شابور في مدينة الأهواز. ورغم إصرار الطلاب الحاضرين من الوزير ليشرب كأسا من مياه الأهواز، امتنع الوزير من شربها ولم يعلق على هذا الأمر. وتحدث الوزير أن سبب شح المياه في الأهواز هو يرجع إلى قلة نزول الأمطار في الأهواز، متناسيا أن المشاريع التي قام بها النظام لإيصال مياه الأهواز إلى المدن الفارسية في أصفهان ويزد وغيرهن من المدن الفارسية الأخرى. وفي حديثه أيضا أشار وزير الصحة الإيراني كامران باغري لانكراني أنه لا توجد أي علامات تدل على تلوث مياه الأهواز، متجاهلا الأرقام والأحصائيات الرسمية الإيرانية والدولية التي تشير إلى وجود أمراض خطيرة في الأهواز نتيجة التلوث الحاصل في مياه كارون من خلال تسرب المواد السامة
من المصانع الكبرى مثل شركة فولات وشركة الحديد والبترول في الأهواز. وهذا أيضا نوع من الكذب والخداع الذي تعود عليه مسؤولين النظام الإيراني، حيث أشرنا على التقرير الصادر من المنظمة العالمية لمحاربة الفساد التي أشارت إلى عمق الكذب والفساد المنتشر في أجهزة النظام. وفي خبر آخر نقرأ: المنظمة العالمية لمحاربة الفساد تضع النظام الإيراني في أعلى مرتبة في الفساد الإداري والمالي. نقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية دويشة نقلا عن مسؤولين في المنظمة الدولية لمحاربة الفساد في العالم أن النظام الإيراني الحالي يعتبر من أكبر الدول في العالم يتم فيها الفساد المالي والإداري. وجاء في التقرير السنوي الذي نشرته هذه المنظمة، وذلك على لسان مدير المؤسسة السيد ميكولوش مارشال، أن وضع إيران الحالي يشبه بتلك الحقيقة التي كان يحكم فيها النظام الشيوعي في الدول الشيوعية السابقة. وقال السيد مارشال أنه مع الصعوبات المتواجدة الحصول على المعلومات الإدارية والمالية في إيران، إلا أنه من خلال ما تم الحصول عليه يظهر أن النظام الإيراني من أكثر الدول العالم فسادا. كما تطرق السيد مارشال إلى أغاويل ووعود رئيس النظام الإيراني محمود أحمدي نجاد بالقضاء على الارتشاء والفساد، حيث يؤكد السيد مدير المنظمة أن الحديث شيء والعمل شيء آخر، وأن الكثير من المستبدين في العالم يتحدثون عن القضاء على الفساد في بلدانهم، إلا أن هذا الخطاب يعتبر فقط للمخادعة وإسكات الناس.